أدى زلزال في استراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقع صباح اليوم الأربعاء، إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي. وقالت وسائل إعلام استرالية أن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي خلفه الزلزال وسط هلع وخوف شديد للسكان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلو متر فقط من سطح الأرض، بالقرب من بلدة مانسفيلد التي تبعد حوالي 200 كيلو متر شمال شرقي مالبورن.